الله وانت. صدر رحمة رياض يظهر إلى العلن، انزلقت سترتها في حفل الميركس دور. أهلا وسهلا. لازم نلتقي من قبل. يا أمري. تسمع أغاني بعد؟ تسمع بسرعة كيف غنية؟ بحبها هي. الله وأنت. تعرضت الفنانة العراقية رحمة رياض لموقف محرج في حفل الميركس دور أثناء مفاجأتها للفنانة اليمنية بلقيس فتحي حين انزلقت سترتها وظهر صدرها كاملا إلى العلن. وفي التفاصيل، أثناء قيام بلقيس بلقاء صحفي جاءت رحمة رياض من خلفها لتفاجئها وترحب بها، إلا أن استدارة بلقيس تزامنا مع انحناءة رحمة أظهرت صدر رحمة كاملا، إذ أن تصميم السترة التي ارتدتها بلا كم من الجهة اليسرى، وبالتالي فإن أي حركة تقوم بها رحمة ستؤدي إلى خروج صدرها من مكانه. وبعد انتباهها لما حصل، حاولت أن تخبئ القسم الفاضح بوضع قلب صغير عند صدرها على الصور التي نشرتها. ملكة العالم، ملكة بأخلاقها ورقيها وتواضعها وصوتها العظيم. هذه الإطلالة التي سببت فضيحة كبيرة ووضعت رحمة في موقف محرج عرضتها لكم هائل من الانتقادات، حيث انهالت التعليقات التي اتهمتها بالتعري والجرأة الزائدة بعد أن كانت محتشمة. وبدأت التساؤلات حول إطلالتها وما إذا كانت ترتدي حمالة صدر أم لا، لأن صدرها خرج من مكانه بسهولة. Thank you Malex, thank you MTV على هاي الدعوة، إن شاء الله اليوم راح تنبسطوني أنا بالحفل وبس. شكرا رحمة رياض. وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار فيديو بكاء رحمة رياض وانهيارها على المسرح مباشرة أثناء استلامها الجائزة، حيث أرادت أن تقدم هذه الهدية لوالدتها بمناسبة عيد الأم. هاي الهدية اليوم راح أهديها لوالدتي، لأن باكر عيد الأم، أقولها شكرا على حبك ودعمك وكل شيء قاعد تقدمي لي. شكرا للكل، شكرا لأخوين الحلو. Thank you.